المهمات في كل مكان. هذه نقطة. تعال بقى معايا لمعركة هرمزدون، شوف اتصلها بالحديث. الصهاينة البعض منهم القليل جدا يعتقدون أنها معركة نهائية حاسمة فاصلة بين اليهود وأعوانهم من جانب وبين قوى الشر من جانب آخر. أنا عايزكم تركزوا معايا جدا، أنا هبسط وعيد، يعني بزرعوا حاجة كده في أذهان الناس عشان يوصلوا لثلاث حاجات. يقولك تعالوا نخترع لعبة، ناخد يعني فترة من العهد القديم ونبني عليها أضغاث أحلام، وبعدين نزرع في الناس حاجات عشان الناس تكره المسلمين وتجيش للإسلام والمسلمين، وبعد كده نكسب تعاطف المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يغذينا بالسلاح يغذينا بالأموال، وبعد كده يتعاطف معنا في قتال المسلمين. هذه اللعبة. أما والمشايخ أو بعض المشايخ يدخلون في اللعبة ويسقطون في الشباك ولا يفقون شيئا عن المسألة، ثم والعياذ بالله جل وعلا يربطون هذا بالخلافة. خلاصته المهم، كلمة هرمزدون، هذه الكلمة أو هذا التعبير الشائع الذي يتم استخدامه في هذه اللعبة بديلا عن كلمتين. الكلمة الأولى هار، الثانية اللي هار، الثانية مجدو، مجدو تقل بعض مجدون. المهم هار مجدو. طيب هار بمعنى جبل، مجدو اسم للجبل أو المكان الذي به الجبل، يبقى ركزوا معايا جدا. هار مجدو، هار الجبل، مجدو زي ما قلت جبل أحد، دي منطقة أحد وده الجبل، والجبل اسمه جبل أحد، خلاص هي دي. هنا هار مجدو، هار يعني جبل، مجدو اسم الجبل أو اسم المكان، يعني يطلق على الجبل ويطلق على المكان، هار مجدو. إذن هناك في فلسطين المحتلة جبل اسمه مجدو، اسمه مجدو في حتة اسمها مجدو، هذا الجبل قالك نلعب عليه اللعبة دي. إيه اللي حصل يا جماعة؟ قالك إحنا بنقول وعقليتنا بتقول إن بناء على بعض التفسيرات في العهد القديم إن عند موقع هذا الجبل ستقوم معركة كبرى فاصلة وسيقتل فيها مئات الملايين، مش مليون ولا اثنين ولا عشر، مئات الملايين من قوى الشر، يعني من جنود الشر من ناحية، يتم القضاء فيها على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يريدون تدمير مملكة إسرائيل التي قامت مرة أخرى بعد زوالها، بمعنى ان طبعا فلسطين لم يكن بها يعني ولا واحد يهودي منذ فترة قريبة، ثم بعد ذلك التواجد 7% 13%، ثم بعد ذلك الاستيلاء، اتى شذاذ الافاق من كل اتجاه، وانا كنت شرح التدرج دي من ساعة ذهاب سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم من اور بالعراق الى الارض المقدس، جبت المراحل كلها وشرحتها قبل كده مش عايز اعيدها مرة ثانية. المهم يقول لك دول عايزين يدمروا مملكة إسرائيل اللي تأسست جديد في الشرق الأوسط، وبعدين يقول لك والحرب دي ولا يحصل دي يؤذن بعودة المسيح عشان يحركوا العواطف في النصارى مرة ثانية، يقول لك دي تؤذن بعودة المسيح مرة أخرى. شوف التفسير الأولاني ما كانوا مختلفين معاهم، قال لك لأن المسيح هينزل وسيحارب بجوار هؤلاء الشرقيين فترة من الزمن، يعني المسيح هينزل هيبقى مع الشرقيين اللي هو مش مع بني إسرائيل وأعوانهم، لا مش مع الصهاينة، هيكون مع الطرف الآخر يقاتل معهم فترة من الزمن. مين دول يا جماعة لا تتلوهم؟ ألك نقاتل الشيوعيين والروس والشرقيين، خلي بالكم دي، الشيوعيين والروس والشرقيين. بعد كده لما وجدوا الإسلام يظهر تارة أخرى، لا قل إنه اختفى، لا، بمعنى أن الدعوة الإسلامية عادت بقوة مرة أخرى، وأن الأجيال عائدة تنادي بالإسلام وبتطبيق حقيقة الإسلام على الأرض إلى آخر هذه الأمور. قالك لا، الروس مش أعدائنا، الشيوعيين مش أعدائنا، ليه؟ لأن الشيوعية إلى زوال. وبعدين يقولك الشرقيين مش كلهم أعدائنا، إذن إيه اللي يحصل؟ يقولك لا، ده الملحمة دي اللي هيروح فيها مئات الملايين هتبقى بين إسرائيل وأعوانها من ناحية، ضد الجيوش المسلمة من ناحية أخرى، ضد المسلمين والجيوش المسلمة من ناحية أخرى. خلي بالكم شوف اللعب عشان تعرفوا إن لا في هرمزدون ولا شيء، بيألفوا ويغيروا. أول مرة قالك المسيح نازل، المسيح هينزل مع مين؟ قالك مع الشرقيين، الشرقيين اللي هم مين؟ قالك اللي هم الشيوعيين والروس والشرقيين. المسيح هيقاتل مع دول، هيقاتل بني إسرائيل وأعوان بني إسرائيل، تابوا على إثر كده هيدمر مئات الملايين من الطرف الآخر اللي هم مش الشرقيين والشيوعيين والروس.
رجع قال لك الله مش عايزين نخسر الروس، مش عايزين نخسر دول، الله ما فيش حاجه اسمها شيوعيه الوقت بتضيع اهي، طب نعمل ايه؟ لا، الخطر كله جاي من الاسلاميين. نحول تاني، نون المسيح نازل، واول ما هينزل هيبقى مع بني اسرائيل. خلي بالكم، شوفوا التغيير التام، عشان ما حدش يضحك عليكم على الاطلاق. خذوا مني الشرح، يقول لك المسيح جاي، وبعدين هيقاتل مع بني اسرائيل من اول لحظه. يا عم انت قلت لي المسيح هيبقى مع دوكهم، مع اعداء بني اسرائيل، رجعته تاني مع بني اسرائيل، ماشي. هيقاتل مين؟ الشيوعيين والروس والشرقيين؟ قال لك لا، هيقاتل الجيوش الاسلاميه والمسلمين. الله، ده ما كانش عندك. طب بعدين انا اسال سؤال، هو العهد القديم في ذكر للمسلمين والجيوش الاسلاميه؟ هو العهد القديم جمع القتال مع المسلمين على الاطلاق؟ مش كلام من ده على الاطلاق. بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ما في كلام من ده على الاطلاق. عشان ابين لكم بس ان الامر اكذوبه، اكذوبه يا قومي، فهموا مني حتى نكون على بينه من الامر. شوفوا اللعبه دي، قلت لكم الان استعيض عن ذلك بالاعتقاد بانهم يتمثلون في شعوب وجيوش المنطقه الاسلاميه، وان المسيح قال لك شوف المسيح هيعمل ايه، المسيح هينزل هيبقى مع اليهود. يا سلام على التزاوج. ده انتوا اللي بتقولوا عن المسيح بان، والعياذ بالله، والعياذ بالله، بتقولوا ابن زينة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. بل هو نبي مرسل عظيم من اولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. انما اليهود حتى في اعتقادهم يقولون انه ابن زينة وانه من الجند بربار الى اخر هذه الامور. الله، يرجع الى يستقلب عواطف النصارى، يقول لك لا، ده المسيح نازل. نازل ازاي؟ قالوا معنا احنا. يقول لك خلاص، يبقى نبرأ اليهود من دم المسيح اللي يلخوا زعبلات بتاعهم، يقولوا قتلوه وصلبوه، نبرأه. ويبقى اليهود شكرا لهم، بدل ما نقول اعدائنا شكرا، لان لولا انهم ما فعلوا ذلك وتم صلب المسيح الى اخره ما غفرت الخطايا. يبقى نكافئهم بايه؟ نضم الكتابين يبقوا كتاب واحد اسمه الكتاب المقدس، العهد القديم اللي هو التوراة، العهد الجديد اللي هو الانجيل، ومع اعمال الرسل. شفت اللعبة واسعد ايه؟ خلاصته، تعالوا معاي. بقولوا المسيح هينزل هيبقى مع الاسرائيليين واعمال الاسرائيليين، هيروح يقاتل الجيوش الاسلامية وسيحرق هؤلاء بالنار والكبريت. بالنار والكبريت، احتمال يجيب علبة كبريت، المسيح اللي بيقولوا عليه مش هو المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، واحتمال بقى يجيب علبة كبريت ويولع سيجارتين ولا بتاع، ما نعرفش بقى المسيح ده مش المسيح اللي عندنا اللي احنا بنؤمن به على الاطلاق. جايز بيتكلموا عن واحد سبرسي ولا حاجة، والله اعلم. خلاصته، قال لك يبقى معناه ايه؟ قال لك ده هو ما يتم تفسيره بالحرب النووية. يوم مع الناس عندنا بيقول لك شوف الحرب النووية جت في معركة هرمجدون، معركة هرمجدون هيبقى فيها استعمال سلاح نووي ويموت فيها مئات الملايين. عم موت الخيل، انت مش فاهم حاجة اصلا. هو يقول لك هيحرقهم بالكبريت والنار. عايز اعرف ايه الكبريت والنار؟ زي اللي بيقول لك ايه، هيغرقهم بالمية والمية. ايه الكبريت والنار؟ ما الكبريت هو النار والنار هي الكبريت. خلاصته، خليك مع ابو لمعة، يقول لك اما هيحرقهم بالكبريت والنار دي معناها بقى حرب نووية. المسيح نازل هيقاتل مع بني اسرائيل والاعوان من ناحية، هيقتل الجيوش الاسلامية معاه نووي، معاه ايه؟ نووي. قال لك يبقى لازما بقى نعطي التكنولوجيا النووية لاسرائيل، لازم امريكا ترضعها التكنولوجيا دي، ولذلك صنعوا لها مفاعل نووي ودعموها بالناحيه النوويه جدا. ليه؟ عشان يزرعوا في عقول الناس ان بيعجلوا بالنووي هذا، لان المسيح نازل هيستعمل النووي ضد جيوش الاسلامي. ركزوا معايا للعبه اكثر واكثر. بقول لك دليلك ايه؟ لك موجوده في الكتاب المقدس. النص ايه يا ولد؟ يقول لك ان الارض سوف تدمر بالنار. لا، نووي اهو، نووي. الله، فكروني بالنكتة. كان أمن الدولة المصري عامل زي لما مؤاخذة شوية المخبرين اللي هم العبط اللي بقوا ماشيين كده، الواحد شاطط لياته من ورا وكده. أمن الدولة المصري في الستينات، خلوا بالكم من دي، كان شغلها طالة كله، يقول لك تابع أي حد لو بيقرأ قرآن. فكان فيه مجموعة تروح تقعد عند واحد صديقهم دور أرضي، وبعدين كل يوم يعني جايبين كتاب تفسير وكتاب حديث. كتاب التفسير كانوا بيقرأوا الكتاب اللي بيدرس في الأزهر اللي هو التفسير النسفي، كتاب الحديث بيجيب رياض الصالحين للنووي. فهم دخلوا والمخبر قام حاطط ودنه على الشيش بتاع الشباك. ها، نبدأ بإيه؟ ما هو يبدأوا بتفسير يا بحديث، الأولاني قلب النسفي اللي هو التفسير يعني،
تنقول له بالنووي اللي هو الامام النووي شرح ايه حديث رياض الصالحين. المخبر يقول بالنووي، يسمع تاني ها ده يقول لا مش بادئين بالنسب، احنا نبدا بالنووي. تنقول والله ما احنا بادئين الا بالنسفي، در على مبنى من الدوله الحقوا مصر راحت. مش هتلحق هتكون وصلتوا ها. طب ليه ده بالشكل مع بعض يبداوا بالنسفي ولا بالنووي؟ البلد راح، راحوا جري ومسكوهم وضرب وخدوهم وحكم وتحطوا في السجن. وهو النسفي الامام النسفي والنووي لما يحب نشرف في الدين النووي، وفي النهاية شوية حمر مش فاهمين اي حاجة على الاطلاق. كذلك هنا تعالوا شوف يقول لك ان الارض سوف تدمر بالنار. يا سلام، حوسع يا ابن الحرب النووي. ايه ان الارض سوف تدمر بالنار؟ الارض بتدمر بالنار، الارض اللي احنا عايشين عليها دي ايضا على نار، هي معلقة لا شيء يحملها لا من الامام ولا من الخلف ولا عن اليمين ولا عن الشمال، هي معلقة بالجاذبية، هي كتلة نارية واحنا عايشين على القشرة الارضية. خلاص المسألة، لان ده مش تخصصنا ومش عايز اكثر في الكلام، خلاص المسألة مذكور في القرآن وفي كيت الارض يجي على يوم كيت وفي برك الى اخر هذه الامور، والارض هتتفجر والبحار هتتفجر ويتصل بعضها ببعض من علامات الساعة هتولع. قال ايه ما فيش نووي، مش نووي هنا عندي. وبعدين انت قلت الاسلحة النووية منين؟ قال الكتاب المقدس ايه اللي يعرف نووي؟ القضية ان الارض سوف تدمر بالنار، يقول لك اي ان هرمزدون نووية. المهم زرعوه. وبعدين بقول لك بعد ما المسيح بقى يستعمل النووي، انا مش عارف مسيح الا يستعمل نووي، يعني هيستعمل قنابل ولا يستعمل طلقات ولا هيطر بالطيارة؟ خلاصته بقول لك بعد ما المسيح يستعمل السلاح النووي ويدمر الجيوش الاسلامية ويقتل مئات الملايين من المسلمين، قال لك هذا رجل يحكم العالم وبعدين يسود السلام، يسود السلام بعد ذلك. يا سلام، يعني هو السلام اللي خلاه ما سادش وجور المسلمين؟ يعني لو انهم استأصلوا المسلمين هيسود السلام؟ ده ما في شر على ظهر الارض الا في اليهود، ده ربنا بيقول كلما اوقروا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا. نعم، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا الى اخره. الفساد من اليهود، النيران من اليهود، القتال من اليهود، الفتن من اليهود، الغدر من اليهود، يعني كل شيء سيء انما من اليهود وليس من المسلمين على الاطلاق. خلاصته الذي يعنيه الايمان بهذه العقيده عمليا اللي بيروج لها وللاسف يروج لها بعض المشايخ اللي مش فاهمين في القضيه دي، اللي يعنيه الترويج للقضيه ثلاث امور. اول حاجه اعطاء الدعم لليهود من قبل المسيحيين، دعم لا محدود. يقول لك المسيح بتاعنا نازل ويبقى مع المسيحيين ويبقى مع اليهود يا عم يلا احنا مع اليهود، ده من حبه لهم جاي لهم، لا خلاص احنا معاه، ودي الأسلحة ودي الأموال ودي كل شيء. ولذلك ترون العالم الغربي بأسره مع اليهود ويضمن الأمن والأمان اليهودي ويضمن أنه مع اليهود حتى لو في إقدار كيد، بل يقدمون كل خير لليهود على شعوبهم وعلى مقدراتهم. أري واحدة. اثنين، مؤازرة اليهود في إشعال هذه الحرب الكبرى في مواجهة المسلمين، يقعدوا يزرعوها في دماغ الناس ويأصلوها في دماغ الناس لغاية ما تستقر مع المجتمع الغربي والناس ما تتعاطفش مع المسلمين. ليه؟ لأن المسيح نازل هيبقى مع الناس دي، دلالة عن أن المسلمين اللي سيئين وهم اللي منعين السلام في الأرض. إذا في هذه الحالة نتلكك لهم من خلال مجلس الأمن، نتلكك من خلال يعني أي حاجة من اللي عاملينها دي، وبعدين الإذن لهؤلاء بضرب هذه الجيوش الإرهابية وبضرب هذه الشعب الإرهابية، ونتخلص من هؤلاء عشان المسيح ينزل. وفي الحالة دي تبقى دمار على الإسلام والمسلمين. ثلاثة، نقطة ثالثة، هذا الأمر يؤذن بأن عودة المسيح الذي ينتظرونه مرة أخرى قريبة وقادمة. خلي بالك بقى، تشير استطلاعات الرأي اللي عايز أوصلها لكم بقى في النهاية عشان أبين لكم اللعبة، أعتقد ما في أبسط من الأسلوب اللي أنا قلته ولا في أيسر من الجمل اللي أنا استعملتها، وأعتقد أن أنا حكيتها لكم زي حدوتة مش محتاجة واحد يقعد يبسط أكثر مما ذكرته الآن. وأعتقد أن أي شيخ أو أي داعية أو أي حبيب يعني بيخطف المسألة ومش فاهم يرجع للكلام هذا عشان يكون على نور في المسألة. تشير استطلاعات الرأي أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين تقبلوا منطقة هذه العقيدة، قالك بنسبة 39%. أولا الأمريكيين ما فهموش أي حاجة، الأمريكي رجل بتعمل
رجل بتعمل شغال الست ايام، اليوم الراحة بتاعه يشرب الخمر ويروق دماغه تماما ويمشي وخلاص يرجع تاني للعمل. اما هو مغيب ما يعرفش حاجة، مغيب عن السياسة الدولية، مغيب عن هذه المكايد، لا يعرف. اما القيادات المخترقة من قبل اللوبي اليهودي دي اللي فهمه وبتعمل، لذلك ده كله كلام افك. قالك في الاستطاع الذي اجري عام 84، تعالوا نشوف بقى مين اللي قال الكلام ده، بأكل عليه. من ابرز الكهنة الذين يبشرون بهرمجدون بات روباتسون ده واحد، اثنين جير فاليل، اثنين ثلاثة جاك بيمب، اربعة اتش سميث. يبقى اربعة عند اربعة اربعة. وبعدين تعال من رؤساء ريغان اللي هو الرئيس الامريكي السابق، بوش الاب، بوش الابن، وبعد كده رئيس الوزراء اليهودي بنيامين نتنياهو. يعني اربعة واربعة، ومعمولة الفيلم، ومعمولة قصة، معمولة اضحوكة، كل ضحك على المسلمين. بعض المشايخ يربط دي بقى ويقول لك لا دي مربوطة بالحديث اللي عندنا الوارد في صحيح مسلم بتاع الملحمة اللي هتبقى في بلاد الشام، وهيقولنا تحت 12 غاية، تحت كل غاية 10,000 واحد، تحت 80 غاية، كل غاية تحتها 10,000 مقاتل، ورواية ثانية عند البخاري 12,000 تحت كل واحد، ما لها صلة على الإطلاق، واللي عنده ذرة من ريح علم شرعي لا يقل بهذا. إنما القضية إيه؟ قضية هرج في آخر الزمان، قضية هرج في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. تعالوا معايا كده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا تقوم الساعة، مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، الهرج بالتسكين على الراء، حتى يكثر الهرج، الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ ايه؟ قال القتل، القتل. الهرج دي القتل، يكثر. تعرفوا ان الساعة الربط لما يكثر القتل في كل بقاع الارض. الحديث عند الامام مسلم في صحيحه 18 على 113 شرح النووي. طيب الرواية الثانية عن ابن مسعود بين، قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، يعني أيام القتل، وبعدين يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، اللي هو يزول فيها العلم الشرعي ويظهر فيها الجهل بالدين. زي الأيام دي كده، لو بلية جرى له حاجة شهيد، زلطة جرى له حاجة شهيد، أنا يعني حرامي جرى له حاجة شهيد، واحد من أبناء الشوارع يدير من مولوتوف واتقتل شهيد، واحد غت التاني جنبه بسكينة ومحدش عارف من دي شهيد، الله، واحد شايل مع احترامي من السابقين من الفاسدين يقوم شايل مثلا سلاح كاتم للصوت ويجي بجوار اللي جنبه ويضربه تبقى الطلقات كلها جاية من الجنب أو من الخلف، شهداء، يلا شهداء، دخل الجنة يا عمي، يلا اهدي خلاص يا الجنة بإيدينكم، المفتاح معاكم، ويصرف لهم كل شهر كذا فضلا عن المكافأة، ويطلع حرامي البط له مكافأة، وحرامي الوزي له مكافأة، وحرامي الرز له مكافأة، وبليا مكافأة، واللص فلان مكافأة. عدنا بنعيش في جهل، جهل حقيقي. خلاصته عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج، القتل، اللي يبقى في كل مكان قتل. طب وبعدين؟ قال ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل، أكثر يعني في الغزوات والمعارك والفتوحات أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. ده احنا في المعارك بتاعتنا مع اليهود، في معاركنا مع أعداء الدين، في معاركنا مع المعتدين، في معاركنا مع هؤلاء الذين يقاتلون في كل اتجاه، نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 في هذه المعارك. شوفوا معايا، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بقتلكم المشركين، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا. تعال شوف سوريا أهو أدا واقع، تعال شوف العراق أدا واقع، تعال شوف اليمن أدا واقع، تعال شوف بقية البلدان، البحرين أدا واقع،
والكل يدعي الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. المهم قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، نبقى صحيين فايقين احنا بنعمل ايه، يعني هنبقى عاقلين اكيد معنا عقل، يعني ازاي هنقتل النفسيه كده وتقاتل؟ قال ازاي ده كل شيء بيحتكم فيه الى كلام الله وكلام النبي. الله، ده احنا لابد نعود الى القران والسنه. لكن زي ما في مصر كده تلاقي ده بيقاتل ده وده بيقاتل ده، ده شايل تعبان لده، ده شايل مولوتوف لده، ده شايل طبنجه لده، ده شايل خرطوش لده، ده شايل آل لده، وده بيقتل ده. الله، ايه اللي بيحصل؟ مصري مصري، مسلم مسلم، ايه اللي بيحصل؟ ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل، ما انتش فاهم. ومعنى عقولنا يومئذ، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا ينزع عقول اكثر اهل ذلك الزمان. يبقى ماشي الواحد منهم كيت وخطط وفكر وبتعدين يقف كده ويدي كيت وعمل كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن في الحقيقة منزوع عقله، في الحقيقة منزوع عقله. ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. كل واحد حاطط في دماغه إن هو الوطني، إن هو القومي، إن هو اللي على الحق، إن هو بيستقتل، ده أنا في سبيل كذا موت. أنت موت موت يا حبيب. وبعدين ها يقولك انا في سبيل كذا، صليت الظهر ما صليت الظهر، صليت صبح، صليت عصر، صليت مغرب، صليت عشاء، لا، وربما مش شكل مع عمه قبل ما يجي، ربما ضرب والده قبل ما يجي، ربما كيت، ربما يعني وتراه فاسد، ربما تلاقي قاعد شبانج، وانا لي قضيتي ولن اتراجع عن قضيتي. روح يا عم روح غسل نفسك الاول، غسل نفسك الاول واطهر كده وخليك بني ادم. وبعدين انت قتلت هتروح في 60 داهيه، انت رايح فين؟ رايح جنات النعيم؟ لا ما لنا في الكلمة. المهم الحديث اللي انا قلته في صحيح الجامع برقم 2043. اما يا جماعة عن قضية بقى اللي هي ان احنا نتصالح مع الروم صلحا امنا ونغزو احنا وهم عدو مشترك، واحد يقول عدو مشترك ده بقى الصين واليابان والمنطقة دي، الثاني الفالح يقول لك لا العدو المشترك هو ايران، ايران ايران وربما روسيا معاه، والثالث المفتح، لا 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 ده احنا نقتل مش عارف ايه ويطلع يجوج وماجوج، كل ده جهل. لان الانسان لا يجب ان يتصارع على الاطلاق، ولا بد وان يكون مسبوقا بكلام اهل العلم في المساله، ولو انه تانى ونظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعلم انه جاهل وليس على حقيقه من الامر على الاطلاق. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اجيب لك جزء بس من النص، انه قال تصالحون الروم صلحا امنا، وبعدين وتغزون انتم وهم عدوا يعني عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون يعني تسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. المهم يقوم رجل فيرفع الصليب، يعني يقول ألا غلب الصليب، يعني النصر للصليب. يوم رجل مسلم جاي يوم أكله، بعد كده يفضر بالمسلمين، وبعدين تكون الملاحم يأتون في 80 غاية، 80 راية، تحت كل راية 10,000، الرواية الثانية تحت كل راية 12,000، تحت الإمام البخاري برقم 3176. خلاصة المسألة يا جماعة إني أقول لك بقى، وهيجمعون أهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، وتضر الملاحم ويتقتل الطائفة الأولى، قتل الطائفة الثانية إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية يقتتلون مقتالة، إما قال لا ندري مثليها، وإما قال لا يرى مثلها، حتى أن الطائر يمر بجنباتهم فما يخلصهم حتى يخر ميتا. فيتعادى بنو الأب، كانوا 100، يعني شوف معايا كانوا 100 فلا يجدونه، بقي منهم إلا رجل واحد. خلاصة المسألة يا جماعة تتبين ده عند الإمام مسلم وأحمد من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يومئذ في الملحمة بالغوطة، الغوطة هي جنب دمشق، جنب دمشق إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام 4298. إذا لما يقول لي في الغوطة، مال الغوطة بقى بجوار دمشق؟ ومال إن أنا أبقى في جبل مجدو في فلسطين؟ يعني أنا عايزك تقرب لي، يعني قربها لي، ايه اللي جاب الجبل اللي اسمه مجدو في مكان اسمه مجدو في فلسطين للغوطة اللي هي جنب دمشق قريبة من دمشق؟ يعني اي كلام اي عاقل يعقل، فين هتبقى بالظبط؟ في فلسطين ولا هناك في سوريا بجوار الغوطة؟ طبعا اذا يتضح لنا ان الكلام مبني على الكذب. اخر حاجة في الفقرة دي بقى ان شاء الله جل وعلا خبر اخير، أعلنت أمريكا دعمها
للمالكية، دعمها للبتولانة الآن. بس احنا بندعمك ضد الإرهاب، هي تقصد ضد السنة، لأن أمريكا تورطت. وأنا عايز الإخوة يجهزوا لي التقارير الحين ويجيبوها لي بسرعة قبل ما نقفل الحلقة إن شاء الله، واستعدوا كده عشان يظهروها. الملكي معلوم أنه طائفي، الملكي معلوم أن له قوات تعمل على تصفية الآخرين، الملكي معناه أنه المندوب لإيران، وعلى حاسس الثوري يدخل فيقوم بتصفية للسنة. الملكي معلوم بأنه مخلي القضاء ممنهج قاعد يعد بالسنة، حتى أن جميع الجهات الحقوقية استنكرت عليه ذلك، لكن أمريكا تقف بجوار. ليه؟ عشان ما تفضحش. أمريكا مع الشيعة الروافض ذبحوا أكثر من 2 مليون سني من الأطفال والنساء والرجال، فده متورط وده متورط، وفي النهاية أمريكا أهدت العراق لإيران. ولذلك ما تقول له احنا يعني بندعمك ضد كذا، يعني ندعمك ضد السنة، انت بتاعنا وانت رجلنا وانت اللي جاي معنا على ظهور الدبابات وانت اللي كذا، انما السنة هم اللي فهم الجهاد، السنة هم اللي بيكرهونا، السنة اللي مش بيحبونا. لا، يبقى في الحالة دي هنغمض عينينا واشتغل.